الصورة اللي معانا النهاردة صورة اللاعب سباستيان هالر مهاجم فريق بروسيا دورتموند الألماني، اللاعب اللي انتقل من نادي أياكس بعد ما لمع نجمه معاهم لدورتموند على أمل أنه يعوض رحيل الدبابة الفايكنج اللاعب النرويجي هالاند اللي راح مانشستر سيتي على أمل أنه يبدأ معاهم فصل جديد من التألق، لكن للأسف اتعرض للإصابة بالورم الخبيث وفضل يتلقى العلاج الكيماوي وعمل عملية جراحية واستأصل الورم، ومع ده كان عنده إصرار وعزيمة أنه يفضل يلعب ويرجع من تاني للتدريبات علشان يكمل مشواره مع النادي الألماني. حاجة بصراحة أميرة، يعني أنا الناس الفايترز دول يعني بعيداً عن الأداء واللعب، الفايترز دول يحترموا بكل ما في الكلمة من معنى. بالضبط يا هند، يعني نقدر نقول إن دي رسالة مهمة لكل الرياضيين أو أي إنسان يتعرض لصعوبات في حياته أو أي حاجة يحس إنها توقفه، لازم يكمل وما يستسلمش. لازم أي حد يكون عنده هدف في حياته يسعى ليه مهما حصل، في أي حاجة مهما حصل، في أي حاجة صعبة ممكن توقفنا على الوصول لهدفنا ما نستسلمش. دايماً هنقابل صعوبات، نبقى متفائلين بنفسنا ونجتهد ونتعب ونتحدى ونقع ونقوم تاني. المشكلة الإصرار والعزيمة والإيمان بأهدافك ونفسك تقدر تخليك تحقق أي حاجة. المهم خليك واثق في نفسك. يعني تكملة للصورة، فهارل وجه كلمة لجماهير دورتموند وقال أنا راجع أخيرا، الموضوع ما كانش سهل لكن بدعمكم كل حاجة كانت أفضل. وده اللي احنا يمكن يا هند كنا لسه بنتكلم عليه، دعم اللعيبة مهم جدا، الدعم طبعاً مهم جدا لأي لاعب. طبعا الدعم المعتدل، يعني ما نمسكش في لاعب ونقعد ننفخ فيه قوي قوي، ولا نمسك برضو في لاعب ونقعد نكسر في مقاديفه. صحيح، الاعتدال يا جماعة، الاعتدال ده مهم قوي، وده بجد أكتر حاجة نفسي جماهير الأهلي يعملوها زي ما هم عادة بيعملوها، بس يفتكروها الموسم ده تحديدا لأن ده موسم مهم بالنسبة لينا كلنا. طبعا بنحييه على قراره ورجوعه مرة تانية، وأكيد أكيد هيقدر يحقق هدفه. أنتوا كمان تقدروا تحققوا هدفكم، أنتوا كمان تقدروا أيا كانت شغلانتكم أن أنتوا تفايتوا بالعربي، انا استحربوا تحاربوا.